من منصة طرطوس التربوية، معكم المدرسة بسيمة حمود من ثانوية الشهيد نبراس يحيى ميهوب. معي مجموعة من الطالبات ترافقني لهذا الدرس. رزان المشحرة، علا ناس، حنين فلفلة، يارا محمد. أهلا بكم. قضيتنا الثانية بعنوان تنبه فكري. أخذنا في درس سابق المتغيرات السياسية والاقتصادية التي ظهرت في أوروبا في القرنين 18 و19 الميلاديين وكيف أثرت على الوطن العربي. في درسنا لهذا اليوم سوف نأخذ الأزمة الاقتصادية التي حصلت في الدولة العثمانية وكيف أثرت أو كيف انعكست سياسة الامتيازات على هذه على العلاقات الدولية. لدينا النص الآتي نقرأه. رزان، تسهيلات تجارية. وصلت أزمة الاقتصاد العثماني ذروتها مع نجاح الثورة الصناعية في أوروبا منذ نهاية القرن 18 الميلادي، وأصبح ميزان التجارة الخارجي للدولة العثمانية خاسرا للمرة الأولى، فلجأت إلى سياسة منح الامتيازات. وقد نصت هذه الامتيازات بمعظمها على تخفيض الضرائب الجمركية التي تتلقاها الدول العثمانية على البضائع الأوروبية المستوردة، وبالمقابل كانت التجارة الداخلية تخضع لنسبة كبيرة من الضرائب الجمركية، مما أضر بها وأضعف منافستها للبضائع الأوروبية المستوردة، وهذا ما أدى إلى استيلاء رأس المال الأجنبي على المراكز الرئيسية في جميع المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تحول الدول العثمانية برمتها إلى شبه مستعمرة أوروبية تحت وطأة الديون واحتكارات الأجنبية نهاية القرن 19. إذن رأينا الأزمة الاقتصادية عند الدولة العثمانية التي ظهرت بعد نجاح الثورة الصناعية منذ نهاية القرن 18 الميلادي. لدينا مشكلة في النص ونريد تحديد هذه المشكلة. إذا من أجل حل خطوات المشكلة، من يذكرنا بحل أو بخطوات حل المشكلة؟ يارا. المشكلة، أولا تحديد المشكلة الموجودة في النص. إذا الخطوة الأولى يجب أن نحدد المشكلة التي يطرحها النص. الخطوة الثانية، ثانيا الحل الموجود في النص. إذا يكون موجود لدينا مجموعة من الحلول قد يقترحها النص أو حل واحد. ثالثا، هل كان حلا مثاليا برأيك؟ يجب أن نرى إذا الحلول الموجودة في النص إذا هي حلول إيجابية أم لا، وإذا كانت إيجابية يجب أن نقدم الدليل، وإذا كانت غير إيجابية أيضا يجب أن نقدم الدليل. المشكلة التي طرحها النص من خلال النص الموجود أمامنا، ما هي المشكلة؟ حنين، تدهور الوضع الاقتصادي. إذا تدهور الوضع الاقتصادي عند الدولة العثمانية أو في الدولة العثمانية. الحل الموجود بالنص باعتماد على النص الموجود أمامنا، ما هو الحل الموجود بالنص يا رزان؟ قيام الدولة العثمانية بمنح امتيازات للدولة الأوروبية. إذا قامت الدولة العثمانية كما رأينا إلى منح سياسة الامتيازات للدول الأوروبية، وقد نصت هذه الامتيازات كما رأينا بمعظمها على تخفيض الضرائب الجمركية التي تتلقاها الدولة العثمانية على البضائع الأوروبية المستوردة. إذا الحل الموجود بالنص قيام الدولة العثمانية بمنح امتيازات للدول الأوروبية. برأيك هل هذا الحل كان حلا مثاليا عندما قامت الدولة العثمانية بمنح امتيازات للدول الأوروبية؟ علا، كلا، كان ليس حلا إيجابيا على الدولة العثمانية لأنها ساعدت الدولة الأوروبية تسهيل السيطرة على المناطق العربية. إذا كلا لم يكن حلا مثاليا أو إيجابيا لأنه إذن كلا لم يكن حلا إيجابيا على الدولة العثمانية لأنها ساعدت الدول الأوروبية من أجل تسهيل السيطرة على المنطقة العربية. ما الحلول التي تقترحها في حال واجهتك أزمة اقتصادية أنت؟ في حال واجهتنا أزمة اقتصادية ما الحلول التي يمكن أن نقترحها؟ حنين، مقاطعة البضائع الأجنبية والابتعاد عن استيرادها. أحسنتي، إذن مقاطعة البضائع الأجنبية والابتعاد عن استيرادها، هذا الحل يمكن أن تلتجئ إليه حنين. حل آخر علا؟ دعم المنتجات الوطنية. إذن القيام بدعم المنتجات الوطنية إذن أيضا حل آخر. حل آخر رزان؟ الحفاظ على الصناعة وتطويرها من أجل منافسة البضائع الأجنبية. إذن المحافظة على الصناعة الوطنية أو الصناعة المحلية وتطويرها من أجل منافسة البضائع الأجنبية. إذن الحلول التي يمكن أن نقترحها في حال واجهتنا أزمة اقتصادية مقاطعة البضائع الأجنبية والابتعاد عن استيرادها، دعم المنتجات الوطنية والحفاظ على الصناعة وتطويرها من أجل منافسة البضائع الأجنبية. هذا بالنسبة للمشكلة التي طرحها النص، وكما رأينا الحل موجود بالنص
وقدمنا دليل إذا كان حلا مثاليا أم لا، والحلول التي نقترحها في حال واجهتنا أزمة اقتصادية. إذا لدينا سؤال آخر وهو مبدأ السبب والنتيجة، كمان سؤال مهم يأتي في الامتحان وهو مهارة من إحدى مهارات التفسير التاريخي. إذا لدينا السبب والنتيجة، بالاعتماد على النص الموجود أمامنا نقوم باستخراج سبب ونتيجة. السبب الأول حني، وصول الأزمة الاقتصادية العثمانية إلى ذروتها وخسارة ميزان تجارتها الخارجية لأول مرة. إذا قلنا وصلت أزمة الاقتصاد العثماني ذروتها مع نجاح الثورة الصناعية في أوروبا، أصبح الميزان التجاري التجارة الخارجية للدولة العثمانية خاسرا للمرة الأولى. ما هي النتيجة التي قامت بها الدولة العثمانية؟ علا، منح الامتيازات. إذا قامت الدولة العثمانية بمنح الامتيازات. إذا لدينا وصول الأزمة الاقتصادية العثمانية ذروتها وخسارة ميزان تجارتها الخارجي لأول مرة، هذا هو السبب. نتيجتها منح الامتيازات، رأينا عندما قامت الدولة العثمانية بمنح امتيازات للدول الأوروبية. سبب آخر حني، استيلاء رأس المال الأجنبي على المراكز الرئيسة في جميع المجالات الاقتصادية. إذن عندما سبب آخر، استيلاء رأس المال الأجنبي على المراكز الرئيسية في المجالات الاقتصادية، في المجالات الاقتصادية، ما نتيجة هذا السبب؟ يارا، تحول الدولة العثمانية برمتها إلى شبه مستعمرة أوروبية. إذن رأينا كيف تحولت الدولة برمتها إلى شبه، تحول الدولة العثمانية برمتها إلى شبه مستعمرة أوروبية. هذا بالنسبة إلى مبدأ السبب والنتيجة. لدينا نص آخر، أسباب اقتصادية ونتائج اجتماعية. نقرأ النص. رزان، أنتجت دول أوروبية منتجات نسيجية تناسب المجتمع العربي، وأخذت تنافس المنتجات المحلية بجودتها ورخصها، كما أدى تحول قسم من الأهالي للزي الأوروبي إلى ضعف إنتاج البضائع المرتبطة بالزي المحلي ورواج البضائع المناسبة للزي الأوروبي. كل ذلك استدعى وجود فئات اجتماعية قامت بدور الوسيط بين المستهلك المحلي والمنتج الأوروبي، دعيت بالبرجوازية المحلية، وإذ كان نحو 5 عمال دمشق يعملون في الصناعة النسيجية في ذلك الوقت، فإن اشتدت المنافسة الأوروبية للبضائع المحلية أدى إلى البطالة وتحول الكثير من العمال إلى أعمال ومهن أخرى أو إلى الهجرة. أسباب اقتصادية أدت إلى نتائج اجتماعية، رأينا كيف أنتجت الدول الأوروبية منتجات نسيجية ناسبت المجتمع المحلي، أدى هذا الشيء إلى تنافس المنتجات المحلية وتحول قسم من الأهالي من الزي المحلي إلى الزي الأوروبي، كما أيضا رأينا ظهور طبقة اجتماعية من التجار، طبقة عرفت بالتجار الوسطاء الذين لعبوا دور الوساطة بين التاجر الأوروبي والمستهلك المحلي. إذن لدينا أيضا مشكلة طرح النص قبل أن نجيب على المشكلة، ما الطرق التي احتلت تبعتها الدول الأوروبية للترويج عن بضاعتها؟ رزان، قامت الدول الأوروبية بإنتاج منتجات نسيجية تناسب المجتمع العربي. إذن رأينا الطرق التي قامت بها الدول الأوروبية أو التي اتبعتها من أجل الترويج عن بضاعتها، قامت بإنتاج منتجات نسيجية تناسب المنتج المحلي أو المنتج الوطني. إذن عندما قامت الدول الأوروبية بإنتاج منتجات نسيجية تناسب المجتمع وأخذت تنافس المنتجات المحلية بجودتها ورخصها، برأيك هل نجحت تلك الطرق التي قامت بها الدول الأوروبية وما الدليل على ذلك حني؟ نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قلنا أين يكون موجود الدليل؟ في النص. إذن الدليل موجود لأما في النص أو على الخريطة، إذن دليل نستخرجه من النص. يلا يا تحول قسم من الأهالي للزي الأوروبي مما أدى إلى ضعف إنتاج البضائع المرتبطة بالزي المحلي ورواج البضائع المناسبة للزي الأوروبي. برافو، أحسنتي. إذن الدليل عندما تحول قسم من الأهالي للزي الأوروبي أدى هذا الشيء إلى ضعف البضائع المرتبطة بالزي المحلي ورواج البضائع المناسبة. إذن نعم الدليل، تحول قسم من الأهالي للزي الأوروبي مما أدى إلى ضعف إنتاج البضائع المرتبطة بالزي المحلي ورواج البضائع المناسبة للزي الأوروبي. لدينا أيضا وفق مبدأ السبب والنتيجة لدينا جدول نقوم ب تطبيق هذا المبدأ. السبب والنتيجة نستخرجه من النص. السبب الأول علا،
إنتاج الدول الأوروبية منتجات نسيجية تناسب المجتمع العربي بالجودة والرخص. ما نتيجة هذا السبب؟ تحول قسم من الأهالي للزي الأوروبي. أحسنتي، إذن تحول قسم ورأينا السبب إنه إنتاج الدول الأوروبية منتجات نسيجية تناسب المجتمع العربي، النتيجة تحول قسم من الأهالي للزي الأوروبي. إذن إنتاج الدول الأوروبية النتيجة تحول قسم من الأهالي للزي الأوروبي. سبب آخر ونتيجة أخرى. يارا، ضعف إنتاج البضائع المرتبطة بالزي المحلي. سبب النتيجة وجود فئات اجتماعية قامت بدور وسيط بين المستهلك المحلي والمنتج الأوروبي. إذن أحسنتي، إذن عندنا سبب آخر هو ضعف إنتاج البضائع المرتبطة بالزي المحلي. كانت نتيجة هذا السبب وجود فئات اجتماعية قامت بدور الوسيط بين المستهلك المحلي والمنتج الأوروبي. سبب آخر ونتيجة أخرى. حنين، اشتداد المنافسة الأوروبية للبضائع المحلية السبب. النتيجة أدى إلى البطالة وتحول الكثير من العمال إلى أعمال ومهن أخرى أو إلى الهجرة. أحسنتي، إذن سبب آخر اشتداد المنافسة الأوروبية للبضائع المحلية، النتيجة هي أدى إلى البطالة وإلى تحول الكثير من العمال أو إلى أعمال ومهن أخرى بالإضافة إلى الهجرة. هذا هو بالنسبة إلى مبدأ السبب والنتيجة. لدينا النص الآتي، دائقة مالية، نقرأ النص. رزان، نجم عن بيع التجار الأجانب منتجاتهم بالعملة الذهبية انتشار الفوضى في الحياة الاقتصادية المحلية، فانهارت قيمة العملة المحلية الفضية وكسرت الضرائب على الأهالي، مما زادت الضائقة المالية سواء الضرائب التي فرضتها الدول العثمانية عليهم كضريبة الإعانة عام 1834 ميلادي، وطالبت الأفراد بدفعها في أماكن إقامتهم لا في محلات عملهم، فاندفع بعضهم إلى الاحتماء بالقنصليات الأجنبية لتحاشي دفع الإعانة، وزاد وضع المجتمع سوءا فرض التجنيد الإجباري. أور التجنيد الإجباري. إذن لدينا ضائقة مالية، رأينا كيف نتج عن بيع التجار الأجانب منتجاتهم بالعملة الذهبية، أدى هذا الشيء إلى انتشار الفوضى في الحياة الاقتصادية المحلية، مما أدى إلى انهيار قيمة العملة الفضية. إذن لدينا مشكلة، طرح النص مشكلة، نقوم بتحديد هذه المشكلة. ما هي المشكلة التي طرحها النص حني؟ أزمة مالية وفوضى اقتصادية. إذن أزمة مالية وفوضى اقتصادية. إذن المشكلة التي طرحها النص هي أزمة مالية وفوضى اقتصادية نتيجة التعامل بالعملة الذهبية، مما أدى إلى ضعف العملة المحلية الفضية. ما الحل الموجود بالنص؟ ما هو الحل الموجود بالنص علا؟ قامت الدولة العثمانية بفرض ضريبة الإعانة. إذن عندما قامت الدولة العثمانية، الحل الذي لجأت إليه الدولة العثمانية قيامها بفرض ضريبة الإعانة. إذن الحل الموجود بالنص عندما قامت الدولة العثمانية بفرض ضريبة الإعانة، هل كان حلا مثاليا برأيك رزان؟ كلا، لأن هذا الحل زاد الوضع الاقتصادي سوءا. إذن كلا، إذن فرض ضريبة الإعانة التي لجأت إليها الدولة العثمانية لم يكن حلا مثاليا، لأنه قام بزيادة الوضع سوءا. إذن لم يكن هذا الحل مثالي، لأنه زاد الوضع الاقتصادي سوءا. ما أثر ضعف العملة الوطنية على الاقتصاد علا؟ لها أثر سلبي، لأنه يؤدي إلى انتشار الفوضى في الحياة الاقتصادية. إذن له أثر، العملة الوطنية لها أثر سلبي لأنه يؤدي إلى انتشار الفوضى في الحياة الاقتصادية. برأيك لماذا أصر التجار الأجانب على بيع منتجاتهم بالعملة الذهبية؟ لماذا يارا؟ لأن الذهب لا يفقد قيمته، ولأنه أساس وقوة استقرار الدولة. إذن كما نعلم بأن الذهب رغم كل الأزمات التي نتعرض لها أو تتعرض لها الدول لا يفقد قيمته، وهو أساس استقرار الدول، وهو العملة التي تتعامل به جميع الدول. لدينا نص آخر، مبادرات، نقوم بقراءة هذا النص. يارا، الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والإرادة هو أن تفعل وأنت واثق من قدراتك وخبراتك. بناء على هذه القاعدة في معالجة الأزمات، لم تستسلم الفعاليات المحلية العربية في القرن 19 للتحدي الأوروبي، بل طورت أنشطتها الاقتصادية للتأقلم مع الواقع الطارئ، فغيرت في بنيتها. حدث التطور الاقتصادي بعد اتجاهات، منها اعتماد الشراكة في العمل، والهدف منها زيادة رأس المال الموظف للتمكن من إنتاج سلعة جيدة بسعر معتدل، ولتحقيق الجودة في الإنتاج والحصول في الوقت نفسه على أرباح أكبر،
بينما حاولت صناعات محلية التأقلم مع المؤثرات الأجنبية، فظهرت عدة صناعات يظهر فيها الطابع المحلي والأثر الأوروبي. ومن الحلول أيضا النجاح في تقليد البضائع الأوروبية إلى حد التفوق عليها، فنجح نسيج ديما المحلي في دمشق في الحصول على ثقافة المستهلك، ثقة المستهلك على ثقة المستهلك. إذا لدينا أيضا في النص مشكلة، طرح النص مشكلة، نريد تحديد هذه المشكلة. ما هي المشكلة حنين؟ منافسة البضائع الأوروبية للبضائع المحلية. إذن منافسة البضائع الأوروبية للبضائع المحلية، إذن هذه هي المشكلة التي طرحها النص، قمنا بتحديدها. ما هي الحلول التي اقترحها النص أو الحلول الموجودة بالنص؟ علا، الحل اعتماد الشراكة في العمل. اعتماد الشراكة في العمل. التأقلم مع المؤثرات الأجنبية. الحل الثاني التأقلم مع المؤثرات الأجنبية. الثالث النجاح في تقليد البضائع الأوروبية. النجاح في تقليد البضائع الأوروبية. إذا لدينا ثلاثة حلول كما رأينا. ما الحل الأمثل برأيك من هذه الحلول؟ هل هي حلول صحيحة وحلول مثالية الحلول الموجودة بالنص، لكن عندما نختار الحل الأمثل يجب أن نقدم الدليل لماذا هو الحل الأمثل. إذا ما الحل الأمثل برأيك يارا؟ اعتماد الشراكة في العمل، لأنها زادت من رأس مال الموظف للتمكن من إنتاج سلعة جيدة بسعر معتدل. أحسنتي. الحل الثاني يمكن أن يكون حلا مثاليا حنين. النجاح في تقليد البضائع الأوروبية لأنه أدى إلى نجاح نسيج الديمة المحلي في دمشق. أحسنتي. إذا قدمت الدليل أيضا. الحل الثالث الموجود بالنص رزان. التأقلم مع المؤثرات الأجنبية أدى إلى ظهور عدة صناعات ظهرت فيها الطابع المحلي والأثر الأوروبي. إذن والأثر الأوروبي. إذن الحلول الموجودة بالنص أو الحل الأمثل برأينا، إذا اخترنا اعتماد الشراكة في العمل، لماذا؟ لأنها زادت من رأس المال الموظف لتمكن من إنتاج سلع جديدة بسعر معتدل. الحل الثاني يمكن أن يكون النجاح في تقليد البضائع الأوروبية. ما الدليل؟ لأنه أدى إلى نجاح نسيج الديمة المحلي في دمشق. أما الحل الثالث أيضا هو صحيح أو مثال التأقلم مع المؤثرات الأجنبية، لأنه الدليل أدى إلى ظهور عدة صناعات ظهرت فيها الطابع المحلي والأثر الأوروبي. إذن الحلول الثلاثة الموجودة في النص هي حلول مثالية. ما هو التعميم الذي توصلت إليه؟ ونحن قلنا منذ قبل في درس سابق أنه ما المقصود بالتعميم، هو عبارة عن فكرة عامة أو قاعدة. إذن ما التعميم الذي توصلنا إليه في النص يارا؟ تكاتف أبناء المجتمع مع بعضهم البعض لإيجاد حلول فعالة لمواجهة المشكلات التي تعترضهم. إذن أحسنت. إذن يجب التكاتف أو التكاتف والتعاون مع أبناء المجتمع مع بعضهم البعض من أجل إيجاد حلول فعالة لمواجهة المشكلات التي تعترضهم أو تعترضنا. النص التالي استكشاف المصادر. لدينا الشراكة. نقرأ النص يارا. ذكر نعمان القساطلي الدمشقي في كتابه الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، أما الآن قرن التاسع عشر فقد ركبت صنائع دمشق أعظم نكبة، ولا سيما صنعة النسيج بسبب غلاء الحرير وكثرة انتشار البضائع الإفرنجية مع عدم متانتها، وهذا ما دعا الحاذق سيد عبد المجيد الأصفر أن يقلد الإلاجة بالغزل ليتمكن أبناء الوطن من استعماله، ولضيق ذات يده انضم إلى السيد حسن الخناجي فأمل له، وبعد الجهد نال مراده، وراجع عمله بين الخاص والعام واقتدى به الصناعين، وازداد عمله إتقانا فأضحى نسيج ديما صناعة مهمة يتعيش بها الألوف. إذن هذا النص. إذن الشراكي ذكر نعمان القساطلي الدمشقي في كتابه الروضة الغناء في دمشق عن الأزمة التي نكبت بها أو التي حصلت في دمشق نتيجة نكبة صناعة النسيج، ولا سيما بسبب غلاء الحرير وكثرة انتشار البضائع الفرنجية مع عدم مدانتها، أدى هذا الشيء إلى حصول شراكة. دعا الحاذق السيد عبد المجيد الأصفر أن يقلد الألاجة بالغزل ليتمكن أبناء الوطن من استعماله، ولضيق ذات يده انضم إلى من؟ إلى السيد حسن الخانجي. إذن أصبحت شراكة بين هؤلاء الشخصين اللي هو السيد عبد المجيد الأصفر والسيد الخانجي، فأمده بعد جهد طويل نال مراده وراجع عمله بين العام والخاص. هل يعتبر نعمان القساطلي الدمشقي مصدر أولي للمعلومات؟ وما الدليل على ذلك؟ عندما نقول مصدر أولي ما المقصود بمصدر أولي؟ ما المقصود يا يارا؟ مصدر أولي هو شخص
يكون شاهد عيان عن الحدث، أو مصدر ثانوي فهو شخص يكون ناقل الحدث أو مخطوطات يمكن أن تقول ناقلة عن الحدث. أحسنتي. إذا هل يمكن أن نعتبر نعمان القصاط لأبي دمشقي مصدر أولي حني؟ نعم ما الدليل على ذلك؟ عندما قال في كتابه الروضة الغناء في دمشق الفيحاء أما الآن القرن التاسع عشر. إذن أما الآن القرن التاسع عشر إذن هو كان شاهد عيان على الحدث وعاصر الحدث، إذن يمكن أن نعتبره أو هو مصدر أولي. السؤال التالي، ما المشكلة؟ إذن لدينا أيضا مشكلة في النص، طرح النص مشكلة، ما هي المشكلة يا علا؟ نكبة صناعة النسيج. إذن نكبة صناعة النسيج في دمشق، إذن هي مشكلة اقتصادية، إذن نكبة صناعة النسيج في دمشق، ما الحل الذي طرحه النص كما رأينا؟ رزان. الشراكة في العمل. الشراكة في العمل عندما دعا الحازق السيد عبد المجيد الأصفر المقلد الألاجة بالغزل ليتمكن أبناء الوطن من استعماله وقام بشراكة السيد حسن الخانجي فأمده، إذن الشراكة في العمل. هل كان حلا مثاليا برأيك يا حني؟ نعم، لأنه أنعش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة واقتدى به الصناعي. إذن أحسنت، إذن نعم كان حلا مثاليا لأنه أنعش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة واقتدى به الصناعيين. ما التعميم الذي يمكن أن نصل إليه في النص؟ رزان ما التعميم؟ يجب عدم الاستسلام للصعوبات التي تواجه الإنسان، بل يجب الاستفادة من الخبرات واستخدام المرونة لحل المشكلة. أحسنتي، إذن عندما نقع في مشكلة أو نقع في أزمة يجب أن لا نقف عاجزين أمام هذه المشكلة، وإنما نحاول إيجاد الحلول من أجل الخروج من هذه المشكلة وتجاوزها. إذن يجب عدم الاستسلام للصعوبات التي تواجه الإنسان، بل يجب الاستفادة من الخبرات واستخدام المرونة. إلى هنا ينتهي درسنا، أشكركم طالباتي ونلتقي في درس قادم بإذن الله.